مو مزبوط هالحكي. من السنة الماضية ما دفعت لي شيء، وعلى أساس تدفع لي الكرة مع أجار هاي السنة. شو عم تخوديني؟ لك يا أخي ما عم خونك، بس أنت كمان عم تتقوى على حريمات ضعاف. خلاص مالك قادر تدفع أخلي وترك المكان لغيرك. يي شي؟ لك شلون بدي أخلي؟ أنا هذا المحل مستأجره من المرحوم جوزك من 40 سنة، وبدك ياني أخلي؟ صار واصلكم مني ومن أبي قد حق المحل بعشر مرات، وبدكم تطلعوني منه هيك؟ هذا حقنا. إذا شايفة إلك حق وبوشك لعند القاضي، خلي هو يحصل لك حقك. من الأخير يا بنت الحلال، أجار مالك عندي. الله لا يسامحك، إن شاء الله كل نكلة أكلت علي بتلاقيها بصحتك وعافيتك. امشي. نعمة. شي حلو والله، جايين ياخذوا المحل هيك. ليش؟ ايوه لا ليش هيك ضربت الحصان؟ لانه حمار مثلك. والله اذا عم تشوف الحصان الاصيل حمار معناتها عم تشوف كل شيء حواليك بيشبه هيك. قلتها شو عليه؟ لا الله يرحمك يا جركس. الله يخليك يا ابو حمزه، تلاقي لي حل مشكلتي. ابو سليم صار له اكثر من سنه ما دفع لي، وهلا كنت عنده وقال لي مالك عندي شيء. اللعنه تقلي عن الوكاله. الله وكيلك. والله يا اختي ماني عارفان كيف بدي احل لك المشكله. يعني هو عم يقول دافع لك وانت عم تقولي مو دافع لي، مين بدي صدق؟ صار له اكثر من سنه ما دفع لي. وانا شو عمل بهي الحاله؟ ارفعوا فلا. ما بعرف، بس مو انت الكبير، لاقي لي حل مشكلتي. حلف على المصحف. واذا حلف؟ اكون فوضت امري لربي. حيا كبير. خرب بيتك يا أبو سليم، شو ابن حرام وبالهموطي. لعمة هالناس ما بتخاف الله؟ بس مو مشكلة، ما بكون بالإسلن ويلاتي إذا ما بدفعوا يلي فوقه ويلي تحته. لك شفتي عبدو كيف غلبوا للهرايسي؟ أي شفته سعاد؟ ومين دهيلي لأبن الأم زهير؟ شو بدك فيه؟ بدي ياه يندهلي لعبدو. قوم. طيب العافية عبدو. أهلين عزام. أهلين معلم عبدو. سد بلقيس بعتي وراي. يلا تك. يعطيك العافية عبدو. الله يعافيك يا خانوم، مريني. والله يا عبدو تسكرت الدنيا بوشي وداقت علي، ونحن والله ما عنا معين، لهيك أنا راجي ربي وراجيتك. بإذن الله طلبك مجاب ولو على هالرقبة. معلومك أبو سليم مستأجر النول من أبي الله يرحمه من أكثر من 40 سنة. السنة الماضية قال لي إنه ما بده يدفع الإجرة على أساس لهي السنة. قال شو الشغل دائر وما معه يدفع. خلصت السنة الماضية ورح تخلص هي السنة، وهو منكر علينا حقنا، ونحن والله بعد جوزي الله يرحمه ما عنا معين غير الله. مفهوم مفهوم، بس عدم المؤاخذة ليش ما رحتي لعندك بارية الحارة ليحلوا لك مشكلتك؟ رحت والله رحت، بس هذا أبو حمزة ما بعرف شو مبرد قلبه وما عم يرضى يساندنا. والله لو كان أبو نوري عايش ما كان تردد لحظة إنه يمد لنا إيده. فهمت عليكي، تكرم عينك، طلبك مجاب وبإذن الله بكرة الإجرة بتكون عندك. عن جد عبدو؟ يعني بتقدر تقنعه؟ جرب حظي. يلا بالإذن. الله يكرمك يا رب يا رب. إنه يعني هي أرملة
وعندها بنت صبية وبنطمع فيهم الجماعة. لا تاني ولا تالت أبو سليم، اللي عندي قلته بقى أنت يكون معلم وقت كلمتك وعطيهم للجماعة حقوقهم، وإذا كنت خايف ينطمع فيهم لا تاكل أنت حقوقهم، هيك ما عاد بيضل حدا غدران ياخد حقوقهم. شو عم تحكي لعبدو؟ عارف قيمتك ومقامك؟ ها قيمتي ومقامي بعرفهم منيح، واللي عندي حكيته. وشو رأيك هلا؟ ليه حك كفين مثل فراق الوالدين وعلمك كيف تحكي مع أسيادك؟ أو خلي الشباب يطلعوك من هون محمل. اسمعوا لعبدو، أيام عزك راحت، هلأ أنت شقفة عربجي، لا طلع ولا نزل. اللي بده يتمرجل بيتمرجل بزنده وبرجاله، واللي بده يعمل آغا ما بيأكل حقوق الناس. قل له لمعلمك الرجال بياخد حقه بيده ما بيغدور، وقل له بده يدفع حقوق الناس غصبا عنه ورجله فوق راسه. عم تفهم؟ عاملين حالكم رجال؟ لك تضرب منك لقله، كل واحد يروح على شغله بلاد. يلا من الآخر بدور زمرد، بدي شوفها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مين؟ أنا أبو حمزة. مو من عندكم تطلع هاي الحركات يا خانم، مو من عندكم بنوب. والله يا أبو حمزة ما تركتوا لي حل، أنا كنت مستعدة استنجد بالقرود السود بس يرجع لي حقي. استنجدي بالقرود السود بس مو بعبدو العربجي. ما بصير تبعتي الزرباوية على العالم يا بلقيس خانو، ما بصير. الزلمة كان بده يشتكي عليك على الكراكون لو وقفته. مو حلو بحقك مرة بعمرك تتجرجر على الكراكونات. طب هلا شو أعمل؟ شو الحل؟ ما بعرف شو الحل، خليني هلا أفكر لك بحل. بس الله يرضى عليكي، ما عاد اسمع عنك هي سمعات بنوب. ها ماشي. السلام عليكم. عم قل لك فات علي على المحل يا قاتل يا مقتول وبتقلي اسحب الشكوى؟ ليك عم يا ابو سليم، لانه يا قاتل يا مقتول عم بقول لك وتروح تسحب الشكوى. لا سيدي ما راح اسحب شيء، وخلي تختخ بالحبوس بعدين بلا منقوديه. انت واحد خواجة، شو لمك على واحد زرباوي؟ عمي أنا مو جاي لهون لحتى حامي عن عبدو العربجي، أنا جاي لهون كرمالك لأقصر الشر وكف بلا عنك. ولا معلومك عبدو العربجي قدر له يطول بالحبس شهر زمان، رح يطلع ووقتها رح تكون فتحت حالك طاقة جهنم، لأنه رح يحطك براسه ويقعد. مثل ما بتعرف قتل الزلمة عنده مثل فصفصة اللب. السلام عليكم. السلام عليكم يا رجال. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. انت اللي طالعتني حسان.
شيلك من الحكي، طمني، ضربوك شي؟ ما ضربوني، بس خلوني ابصم على تعهد اني ما اتعرض له لاب سليم مرة تانية. ايه تمام. نمت نومي من شهور ما نمتها، حال كل تعب الايام الماضية على بدني. ما بعرف البلا فيني ولا الدنيا هي ما عم تحل بلاها عني. عمي عبدو، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. ونعم بالله، لا اعتراض على حكمه سبحانه وتعالى، بس والله البلا زهد وصار أكتر بكتير من قدرتي على الصبر. وكل الله، وكل الله، وربنا ما بيبلي حدا فوق طاقته، ولو ما بيعرفك جبل وقد الحمل ما بيحط عليك كل هالمصايب. صدقني عمي أبو لطفي، إلا ما تفرج عليك توكل على الله. إن شاء الله يا عمي، إن شاء الله. يا الله يا رب. الله يسامحني على هالعملة اللي عملتها، سببت له بحبسة للزلمة. إيه أنت بعتي له عند أبو سليم، ما قلتي له يروح يعمل مشكلة ويقاتل العالم؟ لك أنا بعرف إني ما قلت له. هذا عبده. وما هيك ما استفدنا شيء، ليكو عبده انزت بالحبس وما أخذنا كرية النول. الله يفرجها يا رب، لنشوف شو بدنا نعمل. بس هلا أهم شيء عبده ما يطول بالحبس. لك حرام هذا الزلمة مسكين وعنده أولاد، إذا ما اشتغل ما بياكل. يا رب يدخل اسمك ما يطول بالحبس مشان ما أحس بالذنب. ليكي سعاد، بكرة رح روح لعند حسنية بنته لعبده وعطيها هيك قرشين لبين ما أبوه يطلع وتتيسر أحواله. الله يفك أسره. إيه والله، وهي كل قصتي يا عبدور.